بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد شوية أسئلة. سؤال بيقول: في فترة الكورونا في البيت وجدت أني بركز أكتر في القداس وكل الاجتماعات، ولاحظت أن وجود الناس بيعمل لي عدم تركيز، إزاي أعالج الموضوع ده؟ بص، كلنا مفتقدين القداس جدا، وأكيد الامتلاء الروحي في القداس لا بديل له. ربنا يرجعنا تاني نتمتع بالقداس والتناول بانتظام. إنما ربنا كان عاوز كمان يعلى بينا روحيا في بيوتنا، ناخد خلوة، نتمتع بالمزامير، نقرأ الإنجيل بذمة شوية، نحفظ آيات، نسمع وعظات أكتر، ندرس. إذا في حاجة كانت واقعة مننا اسمها البيت، ادخل مخدعك واقفل بابك، دي أكيد ما كناش مدينها وقتها كفاية. فربنا يفتح لنا الكنيسة وفي نفس الوقت نحافظ على بيوت صلاة، بيوت طهارة، تبقى بيوتنا فيها نعمة وفيها بركة وفيها شبع وفيها تسبيح وفيها حاجات كتيرة يمكن فقدناها. وهنا لازم نعمل كنترول على الميديا والسكرينز عموما، لأنها خطيرة علينا قوي، عشان نقدر نلاقي المسيح اللي في بيوتنا، ما يبقاش بس المسيح اللي في الكنيسة. يعني حكاية انك مش بتركز في وجود الناس، حاول تغمض عينك وتركز في ربنا، أو صلي بصوت، ويعني درب نفسك ما تبصش حواليك وما تركزش مع حد، في الآخر كل الناس دي مش هينفعوك. ولما بتجهز نفسك للقداس وتبقى مصلي حلو، بتدخل على القداس بتركيز أعلى. إزاي الواحد يتعامل مع المسيح من خلال يومه اللي أصبح مختلف وقت الكورونا؟ هو ربنا يسوع عاوزنا نركز فيه ونحكي معاه، وربنا قريب لينا على فكرة، وطيب قوي وحنين، ومستنينا كلنا النادي عليه، مستنينا نصرخ ونشد حيلنا شوية كده عشان يوقف الوباء. وبيقوي إيماننا، يعني عاوز أقول هزة الإيمان اللي احنا فيها دي وراها درجة إيمان أعلى. عارفين الامتحان صعب، وبعد لما الامتحان تنجح فيه تترقى، داخلين كلنا على ترقية، رغم ان احنا مهزوزين وطلعنا مش شاطرين، انما معلش، ما الامتحان بزقة من ربنا كده بنعمة ننجح ونترقى ويبقى ايماننا اقوى شوية من الاول. فاحنا مش هنبطل نصلي، لكن عاوزين نشوف ربنا، نشوف لمساته وستره وعنايته، ونستقبل منه كلمات حلوة، ونشجع روحنا ونشجع اللي حوالينا، ويفضل ربنا شغلنا. لما ربنا يريد ونرجع حياتنا الطبيعية، خايفة قوي ان العادات الروحية الحلوة اللي اكتسبتها انا وعيلتي تضيع. حلو السؤال ده. فعلا من ازماتنا دلوقتي مش بس اللي احنا فيه، اللي حسوا بمكسب روحي خايفينه يضيع، وده شعور جميل جدا، ان الواحد زي اللي داق شوية تركيز اعلى من الاول، او ربنا بدرجة افضل من الاول. طب ما مش عاوزين ننزل الخطوة اللي طلعناها دي سلمة واحدة، ده في ناس بتاخد 10 سلالم. على الأقل نوعد ربنا انه لما الدنيا تفك بنعمة ربنا، ما نوقعش بقى الإنجيل اللي ابتدى ياخد وقته، والمزامير اللي بتاخد حقها، وان كان في خلوة وان كان في مسبح عائلي نوعده بقى. حاجات دي يا رب مش هتقف، نيجي على حاجات تانية، لكن ما نجيش عليك تاني. لما نوعده ربنا يفكها بسرعة. نعلم أن إلهنا عدل، عدل مطلق، كيف يعاقب الخاطئ عقابا أبديا غير محدود على خطايا محدودة. بص حبيبي، هي الخطية تبدو محدودة، لكن هي غير محدودة في تأثير. ليه؟ يعني خطية آدم وحواء عملت إيه؟ نزلت الفساد والموت للطبيعة البشرية كلها. مش دي تعتبر خلطة وغلطة في دقيقة يعني؟ لكن النتيجة كانت إيه؟ corruption ودث لكل البشرية. لما واحد بيأذي واحد، الأذى ده مش ممكن يموته أو ياخد معاها مستديمة، يبقى الأذى اللي حصل في لحظة نتج عنه نتائج سيئة طويلة المدى. فأنت لما بتقول الخطية محدودة، محدودة بإيه بالظبط؟ بالزمن؟ طب والنتيجة؟ الفعل نفسه، التأثير نفسه، مين قال إنه محدود؟ الحاجة التانية، واحد بيسوق عربية وبتتقلب بيه العربية، مش ممكن يتشل بقية عمره؟ طب دي كانت لحظة سرعة، لحظة قلب في العربية، لكن هنا النتيجة مش مرتبطة باللحظة، مرتبطة
بالفعل ذاته. القنبلة اللي نزلت على هيروشيما زمان ضيعت لها 100,000 واحد غير كل المشوهين اللي عاشوا بعد كده. مش ده كان قرار في اتاخد في ساعات، ولحظة القنبلة دي لحظة؟ طب والنتائج المآسي اللي بعد ده كله كانت ايه؟ الخطية خاطئة جدا، مؤذية جدا. العيب هنا مش في عدل الله، ربنا وضح لنا ده طريق موت، وجي دفع الثمن، وجي تكلف تكلفة عالية جدا عشان يورينا قد ايه الشر وحش جدا ومؤذي جدا والعقاب صعب. ما يجيز بعد كده يلام الله على حرية إرادة الإنسان وعنده وإصراره على اختيار طريق هو شايف نتيجته. يعني طالما أنت شايف النتيجة وحشة قوي، طب مش تخاف وتبعد عنها؟ ولا تقول لا ده ظلم؟ ما ظلم، طب ما تختار، ما عندك البديل. ما حدش فرضه عليك، لو اتفرض عليك نقول ظلم. لو جهنم دي اتفرضت على البشر تبقى ظلم، لكن لو الناس عارفة النتيجة وشايفاها وشايفاها حتى من قلبها، على فكرة عيشة الشر بتخلي الواحد يدوق الجحيم من دلوقتي. الكآبة والغضب المؤذي والفوران الداخلي والضلمة الفظيعة والعداوات واللخبطة دي، ده مؤشر بسيط من المستقبل الأبدي. طب ما هو ده ربنا بيدوقنا عشان يقول لنا شايفين وحش ازاي؟ بلاش منه بقى، تعالوا التوبة مفتوحة وسكة السماء حلوة. لا يلام الله على حرية الإنسان، لابد أن يشكر الله على حرية الإنسان. لكن يبقى الإنسان حر وبيعند بحريته، بدل الفرصة فرص بلا عدد، وبعد كده يقول له ما أنت ظالم، كيف يكون الله ظالم مع كل الفرص دي كلها؟ ليه في ناس بتصوم الأربع والجمعة بسمك وناس من غير سمك؟ بصوا أحبائي، هو الكنيسة في أصلها في الدسقولية صيام الأربع والجمعة زي الصيام الكبير، 40 يوم، والأربع والجمعة دول أساسات الصيامات، 40 المقدسة والأربع والجمعة، فده بنسميه صيام درجة أولى. يعني في بعض العصور بسبب أن الناس لسه جديدة على الصيام أو مبتدئة، كان في أباء بيعملوا نوع من التسهيلات وما زالت موجودة بدرجة. يعني واحد يكون مثلا شاب صغير ولسه هيبتدي على الصيام، مش بنخليه نصوم كل صيامات الكنيسة بدرجة نسكية عالية، يمكن ما يحتملش، لكن نركز معاه على بعض الصيامات وعلى خطوة في الصيام. فهنا ما ينفعش نعدل تعديل عام، تعديل يخص البعض من أجل الترفق بالمستوى. زي ما بنتعامل مع طفل نفسه يصوم 10 سنين، برضو مش بنصيمه زي الرهبان، مش كده؟ وإن كان بتعني نوى صومه الكل بدرجة واحدة من كتر الخوف والتوبة الشديدة، لكن التدرج والحكمة مطلوبة. فهنا كنيستنا بترفعنا المستوى الآبائي اللائق اللي يخلينا يعني نزهد الحياة ونركز في الصلاة أكتر، وده غرض الصوم. سؤال كمان، من هو الراجل اللابس الكتان ودوات الكاتب على جانبه في حزقيال 9:10؟ يعني بعض المفسرين قالوا ده ربنا يسوع اللي كان بيشرح لحزقيال كل اللي جاي، والبعض قال ملاك وسيط بيحمل رسائل المسيح لحزقيال. في الحالتين يا إما ملاك زي في سفر الرؤيا، يا إما ربنا يسوع بنفسه هو اللي بيسجل وبيشرح لحزقيال الأحداث المقبلة. سؤال عن الحق، أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. أي جيل يقصده المسيح؟ صاحب تعلقة 21 ده، والمقابل ليه في مرقس 13، المقابل ليه في متى 24. صحات دي بتتكلم عن قضيتين متشابكتين بالذات في الفكر اليهود المستمعين ساعتها، نهاية العالم وقضية خراب أورشليم، لأن عند اليهود الفكرتين كانوا مرتبطين ببعض. لكن اليهود أو التلاميذ سألوا المسيح الأول متى يكون هذا؟ ما هي علامة مجيئك؟ وربطوها بسؤال تاني لما قال لا يبقى حجر على حجر، قالوا له هيحصل ده إمتى؟ فهم ربطوا الحدثين. في كلام ربنا يسوع في كلام يخص تماما سقوط أورشليم بشكل حرفي، بيقول لما تلاقوا أورشليم محاصرة اهربوا للجبال. الشكل الحرفي بتاعها حصل سنة 70، إنه حصرت أورشليم
تيتوس الروماني بالعساكر جايين معهم أمر يدك أورشليم. المسيحيين هربوا للجبال لأنه عارفين كلام المسيح. اليهود تشبثوا بأورشليم وعاشوا الوهم بتاع أورشليم محدش قرب منها مع كل الافتراء اللي عملوا. فدخل الرومان وذبحوا مئات الآلاف، وفعلا انطبق عليهم حكاية بقى ويل للمرضعات والحبالة في اليوم ده، لأنه كان يوم صعب قوي. واتحرق الهيكل واتهد عن آخره، مفضلش حجارين فوق بعض. فده حرفيا تم سنة 70، وهذا هو الجيل. الجيل يقدر في لغة اليهود بالمئة سنة. ففي نفس المئة سنة اللي اتكلم فيها المسيح، بعدها ما فاتش 40 سنة وحصلت خراب أورشليم. لكن لما بنربط الأحداث دي بالمجيء الثاني أو المجيء الأخير يوم القيامة، هنا بناخد الأمور دي بشكل روحاني، لأن الأباء قروا الأحداث بس بشكل روحاني زي ما بنقرأ سفر الرؤية كده بشكل رمزي. فيقولوا الحبالة يعني للخطية جواه، المرضعات اللي عمال يقول يرضع خطيته يعني إيه مغذي الخطية، ومثلا اللي على السطح ما ينزلش ياخد حاجة من البيت، يعني اللي متسامي بتفكيره ما يرجعش تاني يفكر في الدنيا، واللي في الحقل ما يرجعش للبيت. كل دي خدوها الأباء، إن اللي في الحقل الخدمة يفضل الخدمة شغلاه ما يرجعش تاني يفكر بطريقة أرضية. كل ده كان الأباء بيحاولوا يقولوا لنا يوم القيامة نستعد له إزاي. في الجزء ده ابتدى يتكلم بقى عن سقوط النجوم وعن الشمس تضلم وعن علامات الأزمنة، فكان الكلام واضح قوي إنه بيتكلم عن نهاية العالم. هنا لو خدنا الجملة بتاعت الجيل وربطناها بيوم القيامة، معناها كل جيل سيشهد بعض من علامات المجيء التاني. يعني احنا في جيل، مش احنا شفنا الأوباء بعنينا، شفنا حروب، شفنا مجاعات، مش هو ده اللي قاله المسيح وقال ليس المنتهى بعد؟ إذن هذا الجيل حضر كلام المسيح اللي بيقول ايه، قربنا مبتدأ الأوجاع، فحضرناه فعرفنا انه هتخلص الدنيا. يبقى حتى جيلنا ما يقدرش يقول ان احنا الجيل اللي قبلنا مش حضر الحرب العالمية، وكانوا يظنون انها نهاية العالم من كتر الملايين اللي ماتت. وهكذا في كل جيل في علامات الأزمنة، عشان ربنا عاوز الكل يستعد. وفي كل العلامات دي في فرص توبة، فملايين استمتعوا بالتوبة وكسبوا من العلامات رغم قسوتها، أوباء ومجاعات وزلازل وبراكين وثورات، وتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. وفي كل ده يكرز بالإنجيل. يعني بينما الأمور دي شغالة، الكرازة كمان شغالة، لأنها دعوة الناس للسماء مش للحياة الأرضية. فأنا ممكن يتاخد الجيل على الجزء الخاص بتاع مبتدأ الأوجاع. عموما البشرية كلها تعامل كجيل واحد، لأنها خليقة متميزة. كل دول هيحضروا المجيء التاني. يعني احنا هنشوف المسيح جاي على السحاب زي اللي قبلنا وزي اللي بعدنا وزي آدم وزي نوح وإبراهيم وإسحاق وداود. كل دول هنحضر مع بعض المشهد بتاع المسيح جاي على السحاب. فيبقى كل البشرية تمتعت برؤية المسيح في مجد. الأشرار ورافض المسيح هيلطموا ويصوتوا وعرفوا مصيره. الأبرار ومحب المسيح عموما هيتاخدوا على السحاب معاه في الاختطاف في اليوم الأخير، عشان يبقوا في الملكوت إلى الأبد. إزاي أجاهد ضد أفكار الإدانة وسوء الظن في الناس بيضيع سلامي؟ اللي مشغول بربنا مش مشغول بالناس كتير. اللي دماغه مشغولة بربنا وخدمة ربنا وكلام ربنا والحياة الأبدية ماله بالناس؟ ناس تغلط ولا ما تغلطش مش وقته. العقل الفاضي يعمل قاضي، مش كده؟ اللي فاضي ده هو اللي عمال بقى يحكم على الناس، بيحبوني بيكرهوني بيقولوا بيعيدوا، ما انت فاضي. إنما واحد مشغول بحب إلهه ومشغول بخدمة إلهه ومشغول برسالته، تقعد تقول فلان بيقول وفلان بيعيد؟ فالإدانة والنميمة وسوء الظن ده عقل فاضي. والعقل الفاضي طبعا معمل للشيطان. الشيطان بقى يجر كرسي ويقعد بقى ويتسلى ويقعد يجيب لك بقى أفكار الدنيا. والمحبة لا تظن السوء، يعني اللي بيحب الناس ما يتوقعش منهم الشر، بالعكس ممكن بساطته تغلبه، لبقى الناس قصد شر وهو مش شايفه شر. شوفوا إلى هذه الدرجة شخص بسيط المتواضع عينه بسيطة لدرجة يبقى في ناس تقصد شر وهو مش شايفه شر.
هتقولي ده مغفل، اقول لك ربنا بيحميه مش بيسيبه. طبعا مش بلغي الحكمه، لا، المسيح قال خليكوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات، لكن نقاوه القلب تجعل الانسان يتوسم الخير في الكل، يبص على الحاجة الحلوة اللي عند الناس. نفسنا نوصل لكده، ساعتها تأكدوا ان ربنا بيحامي عن ولاده مهما كانت الناس اللي حواليها وحشة. ما هي بركات الكورونا؟ انت قول بركات الكورونا. كورونا زي ما هي أزمة ووجع قلب وألام ووقوع الاقتصاد العالم ومأساة عالمية في لغة البشر، أو الناس تقول تجربة أو لعنة، لعنة شر يعني بسبب الشر، أو تأديب من الله أو إنذار إلهي، كل ده مقبول كتعريفات يعني. لكن ولاد ربنا بيستقبلوا دايما الشدة أو التأديب بشكل إيجابي فيطلعوا ليهم بركات. يعني لما أقول لك بركات السبي اللي راحوا فيه اليهود زمان، سبي بابل، ده بركات كتير قوي. طلع لنا دانيال وحزقيال وقبلي أرميا، طلع لنا بعدها زكريا وملاخي، طلع لنا زروبابل وعزرة ونحامية، طلع لنا قديسين عظماء، وكتير جدا من المسبيين تابوا، لولا السبي كانوا هيهلكوا. طب ما السبي ده مر وأيام صعبة جدا، لكن كان ليها بركات. يوسف لما بعد عن أبوه وتزل، ما كانت تجربة، كان ليها بركات. يوسف تنقى جدا وصار رجل الله وكان سبب خلاص للعالم من المجاعة. إذن الكورونا إن كانت تجربة شديدة لازم يبقى لها بركات كتير، بس البركة هنا مرتبطة بإيمان الناس، برد فعله، ما يصلوا، يمسكوا في ربنا، يراجعوا حياتهم الروحية، يفكروا في الحياة الأبدية، يصلحوا بعض، يكسروا كبريائهم، يتقدموا في طريق النعمة والتوبة والصبر والحكمة. طبعا هيبقى بركات، ده بركات ملهاش آخر. ده الكورونا دي قولوا بمئة ألف وعظة، لأنه مهما وعظنا مين يقول إن العالم ممكن يخلص بسرعة؟ قالتها. مين يقول إن الإنسان ده نفخة؟ قالتها الكورونا. مين يقول إن لا عظيم ولا غني يفرقه؟ قالتها الكورونا. مين يقول إنه البقاء لله؟ يعني فعلا مين اللي هيفضل غير ربنا؟ كلام كتير جدا في الإنجيل قالته الكورونا بالميكروفون العالي من غير ما حد يقرأ الإنجيل. دعت العالم كله للإيمان والتوبة للي يقبل. إذن هي ليها بركات كتير قوي، وفي ناس فعلا استفادت من الفترة دي، استفادت روحيا، في خسائر مادية لكن تهون جنب الفايدة الروحية. في ناس رجعت ضمائرها، في ناس قدمت توبة حقيقية، في ناس بدأت علاقتها مع ربنا اليومين دول، في ناس حست ببيوتها وصلحت علاقتها. ففي حاجات كتيرة بتحصل، لكن طبعا ما زال الإنسان حر يستفيد أو يتذمر أو ينضر. إخواتي خدوا ميراثي وأنا في الغربة، ما قدرتش أرفع قضية رغم التفاوض. لا يا حبيبي، ما ترفعش قضية على فلوس أبدا، لا. واللي ياخد حاجة ربنا يعوضك عنها، لكن ركز في السم، ما تخسرش إخواتك حتى لو ظلموك. إخوات يوسف ظلموه لكن ربنا رفعه جدا، وفي الآخر اعتذروا له وتذللوا له. لكن فين يوسف من إخواته؟ لكن هو اللي اتظلم كتير. يا بخت المظلوم. لكن حاسب تتحارب وتخسر محبتك، تقوم تخسر معاها السما عشان شوية فلوس هتسيبها كده كده، وما تعرفش هتروح فين بعديك. خلينا ما نتخانقش أبدا على فلوس، لأنه تعليم المسيح كده، الفلوس دي تبقى تحت رجلينا، احنا أولاده، أولاد الملك، بتعرض علينا ملكوت السما كله، وبعدين نتخانق على ملكوت الدنيا. سؤال، ايه رأيك في الأخبار المنتشرة اللي بتقول الفاكسين المقترح لكورونا شريحة تحت الجلد وهو سمة الوحش ورقم الكورونا؟ أنا ما زلت بقول رأيي، والناس مش عاجبها رأيي. إحنا تعلمنا إن سفر الرؤية ما بنطبقش الأحداث اللي فيه بشكل حرفي، لا الأرقام اللي فيه زي الملك الألفي ولا سمة الوحش، ما بناخدهاش بحاجات حرفية. وأنا عارف إن في تعليم سائد حوالينا دلوقتي بيحاول يجيب من السياسة ويلبس على الإنجيل. الطريقة دي صدقوني مضللة، صدقوني، وياما ضللت أجيال قبلنا. جم عند هتلر وقالوا ده أصله الوحش وده وده وطلعوا له السماء
وبعدين خلصت أيام هتلر وخلص ودينا عايشين. وقوم عند برضو الحرب العالمية وقالوا وركبوها تركيب على، ولما البروتستانت طلعوا ضد الكاثوليك قالوا على بابا الفاتيكان إنه هو نفسه الوحش وهو كل التأويلات دي مش مفيدة، تخلي الناس ممكن تخاف زيادة، ممكن تكره بعض، ممكن تقع في متابعة السياسة بشكل زائد. خلينا في كلام الإنجيل، الوحش مقصود به الشيطان والشيطان عاوز يسيطر. طب ما احنا مش مختلفين في المفهوم ده، هو كل يوم بيسيطر بطريقة، انما احنا خلينا في ختم الحمل اللي يشغلنا اكتر، الهنا. احنا علينا علامة ابونا السماوي، بسم الاب، نرشم الصليب، والروح القدس فينا، ختم البنوة، ختم الابدية جوانا. فاحنا المختومين، احنا الخاصة بتوع ربنا، احنا الجنس المختار، احنا المملكة المقدسة، احنا ملكوت الله على الارض، مش بافتخار، احنا المسيح له المجد الهنا وملكنا. فاحنا نفتخر بختم الحمل الوديع، ختم الملك المسيح، وما نعولش هم سمة الوحش ايا كان، تطلع الشريحة تطلع غيرها تفرقش معانا. برضو محاولة تركيب 666 على الوحش، ما هتركبت 100 مرة على حاجات تانية قبل كده، يعني تعليم الاباء يقولوا ده رقم ناقص، 666 دايما رقم ناقص، لانه في ايام الاسبوع 6 يطلع الجمعة، الجمعة ده يوم سقوط البشرية ويوم صلب المسيح، يوم 8 الحد بتاعنا، احنا بتوع الحد، بتوع ما بعد هذا الاسبوع، بتوع الحياة الابدية. فالمفاهيم الروحية دي بتدينا سلام وتدينا ايمان، انما التفصيلات المحاولة تركبها على الاحداث انا مش شايف انه يضيف لحاجة الا مزيد من الشك والتوتر والقلق والخوف والانزعاج، ليست له قيمة روحية في رأيي. كمان نتابع الأحداث، ما فيش مانع، يعني هل كل الشعوب هتقبل الشريحة بالطريقة دي؟ لكن فكرة الشيطان عاوز يسيطر، ما احنا عارفينها دي من بدري، من غير سمة ولا حاجة. سؤال، لماذا مع أهميتها لم تذكر معجزة إقامة لعازر إلا في إنجيل يوحنا؟ بصوا أحبائي، قديس يوحنا حللنا السؤال ده بإجابة عامة، جيف قبل ما يختم إنجيله وقال كده إيه؟ قال هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي يكون لكم حياة متى أمنتم باسم. لكن لو ذكرت كل المعجزات لا أظن أن العالم نفسه يساع الكتب المكتوبة. يعني إيه؟ يعني يوحنا ببساطته كده قال لو قعدنا نحكي معجزة معجزة عملها المسيح العالم ما يستوعبش الكتب. تخيلوا كتب تملى العالم كله معجزات، لأنه مئات وآلاف المعجزات ساعات يوميا. فالإنجيليين انشغلوا بذكر أحداث قيامة زي قيامة ابن أرمال اثنين، قيامة ابنة يايروس. ففكرة أن المسيح يقيم الموتى موجودة، لدرجة المسيح قال لتلاميذه تقيمون الموتى، يعني تخرجوا الشياطين وتشفوا البرص تفتحوا عنيون الأعمى وتقيمون أموات. عشان كده بطرس وبولس أقاموا موت. إذن مش بالضرورة لازم الإنجيل يذكر كل شيء. قديس يوحنا لأنه كتب متأخر، كل كتاباته فيها تركيز شديد على إظهار لاهوت المسيح في كل معجزة بيحكي. إذا ما كانش بس بيتكلم كرصيد معجزات، لا، فمعجزة إقامة لعازر بما حدث بعدها من أن اليهود حاولوا يتأمروا حتى على قتل العازر، وأن في ناس كتيرة إيمانها عالي قوي بإقامة العازر، لأن دي حاجة كانت صريحة زيادة، والعازر كان شخصية معروفة، لكن ده كمان حطوا في مقدمة دخولنا على أسبوع الألام. يعني في ترتيب إنجيل يوحنا حاطت معجزة إقامة العازر قبل أسبوع الألام على طول، وعشان كده تلاحظوا سبت العازر قبل حد الزعف، احنا ماشيين على ترتيب انجيل يوحنا هنا. فهنا ما فيش تسابق بين الانجيليين، في تكامل. فاحنا مش قضية انه لازم كانوا يقولوها الانجيليين، لانه ما فيش انجيلي قال كل حاجة، ولا الاربع اناجيل قالت كل حاجة تخص المعجزات. ازاي نتعامل مع اطفالنا وشبابنا بعد فترة الحظر بسبب الكورونا؟ لانهم اصيبوا بالكسل والملل وما بقوش مهتمين بالدراسة والعمل، النوم كتر. بصوا أحبائي، ولادنا مظلومين بجد، لأنه إن كان الخروج يفرق معانا يفرق مع الشباب أكتر كتير،
فالحبسة دي مش بتاعتهم. ولازم يبقى اليوم لطيف شوية، فيه ضحك وفيه فرفشة وفيه رياضة وفيه أكل وشرب وفيه جيمز، وكمان في صلاة وفي درس كتاب وفي ميديا بدرجة بحساب. فعاوز يبقى يوم كده مليان حاجات كتيرة قوي، عشان هما كده كده ممنوعين من الخروج، وده مش سهل. لما ينزلوا في ارتباطات طبيعية هتظبط يومهم زي زمان، بس يمكن يكون بشكل أفضل كمان. فخلينا فرصتنا نشبع بعيالنا، هم يشبعوا بينا، ونثبت الفاليوز، نتصاحب على أولادنا أكتر، نقرب منهم ونقرب المسيح ليهم أكتر، نتعلم حاجات مشتركة مع بعض، نعمل برنامج لليوم نتفق عليه كلنا، فيبقى اليوم بتاعنا دسم ويوم جميل ولذيذ، ويمكن ألطف من اليوم اللي كنا مقضينه في الشوارع. كل ده ممكن. بصوا كل مرحلة ليها تبعياتها، لما تتفك الأمور هنشوف نعمل إيه. سؤال كمان، موضوع الجسد والدم، وكان في مواقف استثنائية في التاريخ. أنا بترك الموضوع ده لأبائنا الكبار، أباء المجمع وأبائنا الأساقفة المسؤولين على الإبرشيات، وبالذات ظروف في المهجر، في قوانين أحيانا تبقى بتحكم البلاد، وإحنا ممكن ظروفنا مختلفة في مصر، فأنا مش هقدر أغوص في السؤال ده، لأنه في فريق ويذكر له أنه ثقة العمياء في الجسد والدم بتخليه ما مش قادر أبدا يتساءل السؤال أساسا المستير ينقل ولا ما ينقلش. وفي فريق تاني يمكن عقلاني أكتر بيقول هو ده يقلل من احترامنا للسر، جسد ودم حقيقي ونسجد له وسر حياتنا الأبدية، لكن كان المريض بياخد جسد مغموس في دم يبقى يعني هذا الاستثناء مقبول. كلا الفريقين في رأيي مخلصين للكنيسة، عشان بلاش نتراشق التهم. الفريق المتمسك بالطقس اللي استلمناه من الإنجيل، إنه المسيح كسر الخبز أولا ثم الكأس أيضا، والكأس دارت على التلاميذ، إذن ما كانوش في نفس اللحظة، ده طقس مسلم لنا من الأناجيل الأربعة وعاشت به الكنيسة 2000 سنة. فلابد أن يحترم هذا التراث، مع الجوهر في الموضوع أن ده جسد حقيقي ودم حقيقي. وفي ناس بتتعامل بفكر تطوري شوية، أنه مش بدل ما نتناولش. بترك هذا الأمر لأبائنا الكبار اللي بحكمتهم وصلواتهم يشوفوا ما يناسب شعبهم، دون أن نخرج عن سياق الكنيسة الواحدة. فإحنا في أمور يا جماعة بتجد علينا في الزمن ده، خلينا مش كل واحد يعني يعتبر نفسه صح والباقيين غلط. خلينا بالتضاع نصلي، ونتمنى أن الكنائس تتفتح ونتمتع بالطقس العادي. بس أنا أقول لكم رأيي في بعض الأمور المكملة الأخرى مفروض نتفق عليه أسهل. بمعنى اللفافة، إيه المانع كل واحد يجيب لفافته الخاصة؟ دي حاجة طبيعية. كوباية المية طبعا ما ينفعش تدور من بق لبق، ملهاش لازمة خالص، لأنها مش أساسي في طقس الإفخارستين. مش كده، المية اللي في الصينية ما يشربها الكاهن لوحده، ليه يشرب منها الشمامس؟ إذا في بعض الأمور المكملة على الأقل دي سهل الاتفاق عليها. أما طريقة المناولة الحياة دي تترك للأباء الكبار، وللضمير الشعبي كمان بيشارك هنا، لكن عندنا رجاء أن الموضوع يعني يعدي ونرجع نتمتع بالقداس زي ما كنا متعودين عليه. لكن احذروا أن يكون هذا السؤال أو هذا المجال في الكلام يصبح مجال للإدانة. أخطر شيء أن احنا نقع في ان احنا نحكم على بعض ونتهم بعض بعدم الخشوع وعدم الاحترام والميل للهرطقة. بلاش التراشق ده، ده لا يليق بأولاد الله. يعني كل واحد له أب اعترافه، ويقدر يعني يراجع ضميره في كل حاجة بيعملها، والكنيسة يبقى لها قرار واحد وكلنا نخضع لكنيستنا. سؤال، نعلم أن إقنوم الإبن ظهر وتكلم في مواقف متعددة في العهد القديم لأن الآب لا يظهر. طيب، صوت من الذي كان يتكلم قائلا هذا هو ابن الحبيب؟ بصوا أحبائي، طبعا ده سؤال محير شوي، لأنه لما بنقول إقنوم الكلمة، البعض قال أن النطق اللي نطقه الآب، ما هو الكلمة برضه،
بصوا بلاش ندخل في متاهات فلسفية، في فرق بين اللاهوت والفلسفة. احنا عارفين ان الاب مصدر الالوهة، منه الابن مولود قبل كل الظهور، ومنه الروح القدس منبثق من الاب قبل كل الظهور، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث. بلاش نرتجل الكلام بتلقائية في اللاهوت، لان التعبيرات تحتاج الى دقة شديدة. يعني تعبير الانبثاق تعلمناه من الإنجيل والآباء مرتبط بالروح القدس، تعبير الولادة مرتبط بالابن. فالآب والد غير مولود ولا منبثق، الابن مولود غير والد ولا منبثق، الروح القدس منبثق غير والد ولا مولود. دي تعبيرات آبائية. هنا لما تقول أقنوم الابن هو اللي بيظهر، صح، ده تعليم الآباء اللي ظهر لأبونا إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب واللي اتكلم مع موسى، أقنوم الابن. والمسيح نفسه قال دي، قال أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. فقالوا له أنت شفت إبراهيم، أنت ما جبتش 40 سنة 50 سنة. فهنا المسيح له المجد أظهر أنه هو اللي تعامل مع أبونا إبراهيم وظهر له. الآب لم يراه أحد، ده تعليم الكتاب، دي آية هتلاقوها في يوحنا 1 وهتلاقوها في رسالة بولس لتيموساوس، ولا يستطيع أحد أن يراه، وده هتلاقوه برضو في يوحنا 14، من رآني قد رأى الآب. فهنا الآب لا يرى ولا يظهر، ولكنه من خلال الابن يرى ويسمع ويظهر. يعني أكتر من كده ليه نحاول إن احنا يعني نلخبط الناس؟ عشان كده عيد الغطاس بنسميه عيد الثيوفانيا أو الإبيفانيا، عيد الظهور الإلهي، لأنه استعلن أمامنا الآب ناطقا من السماء، هذا هو ابن الحبيب، والابن بكر البشرية الجديد كله، آدم الجديد بيتعمد عشان نتعمد ورا منه، الروح القدس نازل على شكل حمامة، إعلان الثالوث الأقدس، لكن الثالوث موجود منذ الأزل.